شو ممكن نحكي بعد على التدخين؟ السيجارة مصيبة صغيرة بالحجم وكبيرة بالنتائج. عدوا معي: أمراض القلب، الرئة، تصلب الشرايين، السكتات الدماغية، تضرر الجلد، الشيخوخة المبكرة، وبعد في كتير أمراض. وللأسف في ناس بتتجاهل التحذيرات الموجودة على علب السجاير. وهالمصيبة القصيرة بتأثر العمر، كل سيجارة بتدخنوها بتأثر حياتكم 14 دقيقة أو 14 ثانية، يعني مع كل علبة بنحرق من عمركم 4 ساعات و45 دقيقة. وبحسبة بسيطة، متوسط عمر المدخن أقصر ب 8-10 سنوات من غير المدخن. وما رح أحكيكم كطبيب أسنان شو بيعمل التدخين بأسنانكم، رح أحكيكم كزوج وكأب. إذا كنتوا بتدخنوا، فاحتمال إصابة أزواجكم بسرطان الرئة هو 2-3 مرات أعلى من غير المدخنين. ما تكونوا خطر على أهلكم وأحبابكم، ووقفوا التدخين. عساكم دوم بصحة وسعادة.